هضرب في هذا الحقير ده الهاشتاج بتاعنا. هنضرب تميم باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضراتكم بتشوفوا كده. الجمهوريه هي زياره مهمه في توقيت مهم. عمر ما كان قطر دي ليها اي ميزه بالنسبه لي. حد يقول لي ايه فايده قطر؟ انا كنت بروح قطر، انا كان ليا اصدقاء في قطر، انا كانت الحكومه القطريه في اوقات بيبقى عندها مناسبات كانت بتدعوني. وانما هي مجموعه من الاجراءات والمشاغل التي يجب مواجهتها بشكل مباشر، والتي هي اللي دل على ابتعاد السلطات القطريه عن ممارسات السابقه في دعم الارهاب. اذا وقعت مصر يتلعوا المنطقه كلها، فكلهم بيتحالفوا عليها من كل اتجاه، وقطر بتمول بشده كما لم يحدث في التاريخ. انما دايما كان عندنا احساس بان الامور سوف تعود يوما ما، وانا لي اصدقاء كثيرين في قطر. دول العرايس المارينات، دول اللي بلا قيمه وللتاريخ هيسجل ليهم قد ايه الناس دي لا فاهمه يعني ايه صحافه ولا اعلام ولا حتى فاهمه يعني ايه خلاف. امه الفقر دخلونا فيها، ولما اجي اخرج بيكم منها يقول لك هاشتاج ارحل يا سيسي. لما اجي عايز اخرجكم من العوز واخليكم امه ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي، ازعل ولا ما ازعلش؟ لا 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 ما تزعلش، تزعلش، الهاشتاج مستمر وانت مستمر. في التغريدة دي حد كاتب بيقول اجمل ما في هاشتاج ارحل يا سيسي انه هاشتاج غير مصطلح، وكل مرة نتفاجأ بانه ترند رقم واحد بدون اتفاق على ذلك. هو الهاشتاج الوحيد الذي يوجع النظام في كل مرة، ارحل يا سيسي. الشرطة بتتعامل مع الناس بطريقة لا تليق خالص. احنا ما احناش بشر، احنا مجرد رعاع يثبتهم. احنا ماشي دولة قانون، خارج بره بوابة ببص لقيت ناس لابسين ملكي عادي، مصروا مراتين زينا كده عاديين. انت مين؟ قلت له انا عادل ابو شنب. مرة يا فندم قال ابني وانت مين؟ قال له حضرتك انت بتسأل انت مين؟ انت مين؟ وحضرتك اللي مين؟ انت جاي بيتنا، احنا في بيتنا. قال له طب عليك ترك ضرب كلب شو. يا فندم في ايه؟ يا فندم ده ابني اشرف ابني الكبير كلية شريعة وقانون، بيدرس القانون في دماغه ان القانون بيطبق في الدولة، ما يعرفش ان اللي بيدرسه مخالف للواقع تمام. كانت النتيجة لكم امبارح يقول لي في النيابة شفت آخرة الاحترام اللي انت بتقول لنا عليه. سامحونا لا موتون، باطن الأرض أفضل من ظاهرها. والله والله والسائح اللي نازل مصر مش حاسس بالأمان في البلد. ليه مش حاسس بالأمان؟ لأنه أول ما بيشوف بدلة ميري بيحس بالقلق. مش هيقول لك كده، هو يقول لك العالم فيه تضخم والاسعار والدنيا خربانه وبره ولعه جدا، بس مش هيقول لك ان الحكومات بره بتعمل برامج عشان تخفف من الاثار دي. بينما في المقابل في مصر نلاقي خرارات الغلاء لا تتوقف، زي اللي هنشوفه دلوقتي حالا اهو. البنزين في مصر قرار جديد برفع اسعار يثير غضب مواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ده في 13 يوليو على فكره، عشان ما حدش يقول لك بس ايه حاجه ناس بيكذب بيقول لك البنزين غلي. اكبر مصدر للشائعات هو السيسي نفسه. السيسي يجب ان يتحاكم على الكلام ده، مش السيسي اللي قال ايوه هتشوفوا مصر ثانيه 30/6/2020. مش دي اشاعه؟ عشان كده الشعب بطل يصدق، بطل يصدق قصه شماعه الاخوان والاشاعات دي باعتراف ابراهيم عيسى نفسه اللي طلع قال لك ان محاربه الشائعات بالتطبيل مش هتفلح، والاعلام المناوئ اللي هو احنا يعني نجح لان المواطن محبط اقتصاديا. المشهد بتاع حضرتك وزير الخارجيه والرئيس في قطر ورئيس المخابرات الانحناء ده مصر كلها منحنيه بهذا الشكل، يعني هذه صوره يعني تجيب العار، يعني لا مؤاخذه يعني دي صوره سيئه، دي صوره تعبر عن الوضع الحالي لمصر في النظام الدولي. بشكرك الاستاذ، انت منحني لاصغر الاطراف. بشكرك الاستاذ ايمن عمر الباحث في الاقتصاد السياسي. يا سيسي المعركه بيننا وبينك مش مين يضحك الناس على مين خالص، المعركه بيننا وبينك معركه بلد بتضيعها انت واللي حواليك، انت باعلامك بمؤسستك الدينيه مسيحيه واسلاميه، عشان بس ما حدش يزعل مني، مسيحيه واسلاميه دي معركتنا معاك. المعركه ان مصر اللي مر عليها استعمار كتير جدا بتمر لاول مره في تاريخها بازمه وجوديه، وده مش كلامي ده كلام الاجانب. مصر لاول مره في التاريخ من ساعه ما ربنا انشا الكره الارضيه بتمر بازمه كبيره جدا. مصر اللي قال عنها هيرودوت هبه النيل بقت هبه السيسي، خلاص مفيش نيل. مصر اللي كانت دوله بتحكم احيانا مناطق كبيره جدا حوالينا في اسيا وفي افريقيا وحتى في البحر المتوسط خلاص بتنقص، نقص منها تيران وصنافير وربما ينقص حاجات تانية. دي مشكلتنا يا سيسي.